النهارده الاكل حلو قوي قوي قوي. السفره شكلها شهي مغري، وكوكي جولد منوره معانا النهارده. ازيك يا دودو؟ ازيك يا شريف؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. احكي لنا كده اخبارك، انت كويسه؟ الحمد لله. جبتي مامتك كده عيد الام ولا لسه؟ من قبل عيد الام بكتير. ايوه شطوره، دعاء دايما جاهزه، دعاء دايما، دعاء دايما جاهز، صح كده؟ ده اصل ده يعني انت اول حد لازم تفكر فيه في الدنيا كلها. صح. طيب انت النهارده عامله سفره غنيه، بس هنعمل حاجه واحده بس. ماشي. احنا النهارده هنستخدم كوكي جولد تشيكن تندر. ايه عامله لنا ايه بيها؟ عامله حاجه غريبه قوي. سبرينج رول. اوكي. طيب احنا هنا معانا طبعا هي هوم ستايل تشيكن تندر، 400 جرام العلبه دي، فيها هقول صوابع الفراخ المخليه معموله بالبقسماط، وانت عاملاها حاطه عليها طبقه سبرينج رول، وهنعمل لها كمان صوص كده بيتحط معاها زي الدب كده. قولي لنا المقادير. طيب هنحتاج لفه سبرينج رولز وعلبه كوكي جولد تشيكن تندر، بصل اخضر وجبنه موتزاريلا، وللقلي هنحتاج زيت، للصوص كوب صغير فلفل احمر مجفف، كوب سكر، 4 معالق ثوم مفروم، معلقه ملح، وكوبايه ميه مغليه. اوكي احنا جاهزين. أوكي. كوكي جولد جاهزه، وبشكرهم انهم دايما معانا في 24 شريف. ثانك يو. اتفضل. يلا هي العلبه بتاعتنا كوكي جولد ال 400 جرام موجوده معانا، وحاجه جديده ان احنا هنعمل سبرينج رول. العلبه حاجه جديده ان احنا هنعمل سبرينج رول، ده بالنسبه لي حاجه اول مره اشوفها. هي هنا ايزي اوبن هنا اهي، فتح من هنا اهو. اوكي جديده ان احنا نعمل سبرينج رول بال، يعني نبقى عارفين هو بيتحط فيه جبن او خضار، بس ان هو يتعمل بالفراخ يعني بالنسبه لي دي حاجه جديده ومختلفه اهو. وهنا مره تانية العلبه دي 400 جرام، هنفتحها دلوقتي قدامكم. ما عنديش ضوافر زيكم. تعالى كنت هعملها لك كده على طول. ما عنديش ضوافر زيكم. اوكي ادي الفراخ بتاعتنا، ادي هنا فتحناها و هنكون ندخلها بقى على القلي. على القلي على طول؟ ماشي اوكي. ممكن ناخد مثلا ثلاثه كده. انت بتقليها الاول بعد كده تحطيها جوه. نحطها جوه. ممكن لغايه لما هي تتقلي نجهز الصوص. اهي الكوكي بتاعتنا. يلا طبعا دي بتتقلي بسرعه جدا، ما بتاخدش وقت لان هي تعتبر نص مستويه. يلا طيب تعالى نعمل الصوص بتاعنا. في كم قطعه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 10 قطع. يلا طيب تعالى نعمل الصوص بتاعنا لغايه لما الفراخ تتحمر. الصوص بتاعنا احنا قلنا مقاديره. يلا ده الفلفل الاحمر المجفف والسكر والثوم المفروم وشوية ملح. اوكي. وهنحط المية المغلية. حطيتي ايه على ايه؟ حطينا الفلفل المجفف وسكر وملح وثوم. هنقلبه دلوقتي كلهم كده مع شوية مية مغلية. اكيد بس هنقلب بيها. اوكي يلا ده صوص اللي هو سويت تشيلي صوص. اوكي. وبعدين انت هتلفيهم بالسبرينج رول وتقليهم تاني. ايوه بالظبط. اوكي اهو ده الصوص بتاعنا ده كده خلاص. خلاص لما نسيبه شويه الميه لما هتهدى هتلاقيه ان هو تقل اكتر. اوكي نبتدي بقى. خليكي زي ما انت. نبتدي بقى نعمل السبرينج رول. السبرينج رولز بس هي لسه ما اتقلتش. ما انت بتبتدي بقى حضري دولت وبتحطي الحاجات دي جواهم وكده، بعد كده نحط الفراخ. اوكي سبرينج رول عادي جدا. ده الورق موجود اهو. اوكي. تعالى كده نفك كام ورقه. يلا. احنا هنعمل ثلاثه بس. ما انا لسه هفك الثالثه. يلا. دي اثنين مع بعض. اهي. ممكن يعني نعملها بالاثنين عشان تبقى واحدة. اوكي يلا يلا بينا. طيب السبرينج رولز هي الورقة بتبقى مربعة كده، احنا هنعملها سامبوكس. اوكي ناخد هنا بصل اخضر
ناخد شويه جبنه. اوكي ماشي. نستنى بقى، عايزين الفراخ. الفراخ اهي جاهزه. انت عارف ان دي هتعمل اكتر من واحده؟ الحته دي اهو هي اقسمها اتنين. انا هجيب المقص اقسمها. وديت المقص فين يا شيف؟ اوكي. او السكينه وبالطول. وبالطول بالظبط. يعني هتعمل القطعة منها كتير، هتعمل أنا اربعه. منها اربعة بالظبط، لان هي فيها فراخ، يعني مليانه فراخ. اهي هناخد القطعه اهي استوت، نحطها هنا على الجبنه. الجبنه والبصل. بص هتلفها ازاي. هنيجي ناخد كده، وبعدين الطرف ده والطرف ده، ان هو يبقى عامل كده شبه الجواب، ونلف كده. هنيجي في الحته دي، ده ايه؟ ده عباره عن دقيق وشويه ميه. دي كانها صمغ كده للاكل، ان هو يلزق الورق. اوكي. وهنزلها في الزيت قد ايه؟ الدقيق للميه ان هما بيبقوا قد بعض اهي. اوكي. هتشالي هنا؟ هتشالي لا هتشالي هنا. اوكي. ممكن تعمل لنا واحده كمان؟ نعمل واحده كمان. اختراع لذيذه قوي. اهي ناخد الجبنه و احكي بتعملي ايه؟ الناس اهي حطينا البصل والجبنه والفراخ، هنلف كده. اول واحده بنلفها كده، وبعدين بنجيب الطرف ده والطرف ده، ونكمل نيجي في الاخر ونلزقها بالشكل ده. ممكن بقى نعمل كميه كبيره ونشيلها وتبقى على التحمير بس. اوكي اهي. والصوص كده عملناه. لا عملنا. احنا كده خلاص كده تمام. طيب بقى احكي لنا كده عملنا ايه النهارده. عملنا سبرينج رولز بالتشيكن تندر كوكي جولد. اوكي بشكرك. وكان في حاجات تانية المفروض نعملها بس ما نحلهاش عشان الوقت. نعمل بعد كده. بعد ذلك شكرا يا دعاء، وميرسي على ميرسي الكوكي جولد ان هم معانا، وميرسي لدعاء اللي عطانا عملت لنا النهارده حاجه مختلفه جدا، سبرينج رول بكوكي جولد.